السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا كل أصدقائنا بنفكركم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، وطبعا أي أسئلة أو طلبات أو استفسار يكون من خلال الصفحة الشخصية أشرف عظيمة حمدي بالعربي. النهاردة هنعمل وصفات سريعة لكل أصدقائنا اللي طالبين الفترة دي وصفات خفيفة وسريعة. هنعملها مع بعض، خصوصا أنه في أصناف أو أسماء وصفات اتطلبت بالاسم. هنبدأ فيها ونقول بسم الله. لكن النهاردة معنا وصفة لطيفة من الوصفات اللي تنفع بدواقي فراخ، تنفع برز متبقي عندنا. هي ليها تكنيك في الوصفة دي كأساس وصفة أنا هتكلم عنه مع حضراتكم، لكن أقدر أقول لكم لو هي مش متوفرة أو إحنا مش بنعملها من الألف للياء يعني نقدر نستغل فيها الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت. هنقول بسم الله ونعمل الرز المكسيكي بفاهيتا الدجاج. عندي كوبايتين من الرز البسمتي الأبيض المسلوق، وعندي 3 صدور من الفراخ متقطعين مكعبات، وممكن يبقى بواقي فراخ مسلوقة، وهنحكي برضو عن التكنيك وإحنا شغالين. كوباية من الصلصة أو 3 معلق كبار يعني، بصلة مفرومة خشن، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، كوباية من فلفل الألوان، ومعلقة كمون، معلقة كبيرة من الشطة، ودي اختياري لو حابين. هو دايما الحاجات المكسيكان بتبقى شوية سبايسي، فيها نسبة سبايسي شوية. عندي معلقة صغيرة من الزعتر، ملح وفلفل، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، كوباية من الفاصوليا الحمراء، وكوباية ذرة حلوة، و3 معلقة كبار من الزيت. هنقول بسم الله ونبدأ بقى نعمل ايه. هاخد كده بولة وتعالوا بقى ايه نسمي الله ونبدأ ناخد معلقة كده ونتبل الفراخ مع بعض. بسم الله. خليني اخد كده شوية من الزيت هنا. هناخد كده بسم الله، ادي الدجاج. هناخد التوابل كلها، ادي معلقة الكمون، وادي الشطة، ممكن مكانها هريسة او فلفل دبس فلفل او دبس فلفلة زي ما بيقولوا، زعتر، عصير الليمون، الزيت. بسم الله. طبعا ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تتبيلة لطيفة على فكرة تنفع جدا للفراخ المشوية لو حابين، يعني التتبيلة دي لوحدها من غير الشطة تصلح لتتبيلة فراخ حلوة. اللي عايز بس يضيف عليها بصل أو توب باودر ممكن رشة من الملح. وتعالوا كده نقلب الخليط بتاعنا. بسم الله. وهنبدأ ننزل الفراخ المكعبات. لو أنا بقى عندي الفراخ مسلوقة هنا هعمل إيه؟ هحط التوابل دي وأنا بشوح بقى مع الفراخ، أديها طعم على النار مع الرز. طيب هنعمل إيه بقى بعد كده؟ هنعمل إيه؟ هنعمل خليني ايه خلي بصل والثوم كده جنبي، وناخد زيت الاول نشوح فيه الفراخ الحلوه اللي احنا عملناها. وخليني اخد المرقاط بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كده، واحط الاول كده، خلينا ناخد تتبيله الفراخ الحلوه دي. بسم الله مع الفراخ. والتتبيله بتاعتها بقيتها مش هسيبها، انا لازم احطها معاهم اخلطها معاهم لانها تعد من ايه من الوصفه، بس مش دلوقتي، هقولها لحضراتكم هنحطها امتى، يعني انا مش هرمي بقيه التتبيله ابدا. كده هنخلي شويه اللي اتبقوا دول، وخليني كده ايه اقلب. بسم الله. اللون بس يتغير، ريحة روعه. برضو الزعتر والمكونات اللي احنا حاطينها جميلة بتدي ريحة حلوة، شايفين اهو. بصوا بقى هنا بدأ اللون ياخد اللون ايه غير اللون الفراخ الفش او النية، يعني يعمل كده غلاف خفيف. ناخد بقى البصل. بسم الله. نقلب تاخد من صوص الايه الفراخ، وادي الثوم، شايفين الجمال، الله الله. نقلب تقليبه حلوه كده، وهنا انا هضيف باقي الصوص او التتبيله اللي قلت لحضراتكم مش هسيبها، لان دي من التتبيله عشان تتشرب معاها الثوم والبصل اللي احنا ايه حطيناهم دلوقتي يتشوحوا مع
قطع الفراخ دي. تعالوا بقى كده ايه، ننزل بالفلفل الالوان علشان برضو نطعمه من نفس التتبيلة الحلوة الجميلة دي. بسم الله. التقطيع اللي تريح حضراتكم وتناسبكم قطعوها. انا حبيت تبقى حاجة بس مش كبيرة قوي عن الرز، فتبقى اكبر من حجم الرز ومشي برضو مع الرز، لان عامله رز بسمتي. لو عندكم رز مصري برضو مفيش مشكلة. هنقلب. عندي بقى الذرة الحلوة. بسم الله. اهي الفراخ مش بتاخد سوى لانه انا اوريدي عاملاها فيليه، يعني مخليه ومكعبات صغيره، وهي ما بتاخدش وقت الحياه في التسويه. يعني شايفين ازاي؟ دي برضو من الوصفات ان شاء الله اللي تعجب حضراتكم. هي الميزه انه في الحاجات المكس كان دايما او المكسيكيه الى حد كبير بيعملوا ميكس بين الخضار، فاصوليا، الذره، بتبقى سبايسي فيها فلفل حامي، ولكن خضار مع دايما بيدخلوا فيه حاجات مختلفه مع اللحوم او الفراخ الحقيقه، حتى الصوصات بتاعتهم. فالناس اللي بتحب قوي الاكلات دي او بتعجبها يعني في بعض المطاعم اصناف معينه تتبسط قوي بالوصفه دي. دي الفاصوليا الحمراء. بسم الله. اهي كده، وتنفع تعملوها باللحمه لو مش شرط فلاخي يعني، بس مكعبات لحمه، او عايزين تعملوها زي شرايح الشاورما برضو مفيش مشكله. التتبيله دي هتبقى حلوه ليها، بس هتزودوا على اللحمه دي شويه من الخل، معلقه خل او معلقتين في التتبيله او عصير ليمون، تدي مزازه حلوه قوي. هنا بقى هفتح كده في النص، بعمل كده ايه حبه كده عشان انزل الصلصه. بسم الله. حوالي معلقتين او ثلاثه زي ما حضراتكم شفتوا كده. ندي بس تقليبه هنا. زي ما اتفقنا الصلصه يفضل اللي هي بتبقى محفوظه في برطمانات زجاجيه، افضل يعني من العلب الثانيه، صحيه اكتر. هحط بس شويه ميه صغيرين سخنه بس عشان ادي روح للصلصه، حبه كده حوالي نص كوبايه. بسم الله. وطبعا ده يرجع على قد كميه الفراخ وكميه الخضار او يعني المكونات اللي محطوطه في الوصفه دي. بص انا مش عايزه اخليها يعني، انا هسيبها دلوقتي شويه تاخد وتدي كده مع بعض عشان بس نبقى ايه متفقين. انا بقسم دايما، بحب في الاخر احط نسبه من البهارات بتاعتي او الكمون او الحاجه اللي انا ببقى عاملاها بنصنصه، يعني جزء بحطه مع اول الوصفه وجزء تلاقيني في الاخر، فاخلي كده الريحه بتاعت الوصفه جميله، دايما تحسوا كانها لسه محطوطه التوابل حالا كده. احنا كده ضفنا شويه الميه. الرز عندي زي ما حضراتكم شفتوا اهو، انا مش عايزاه غير انه يتفرفط ويتحط مع الوصفه دي، ما بنقلبوش يعني، احنا هنحطه كده. بصوا ده واخد نص سلقه، او لو حضراتكم زي ما قلت لكم عندكم الرز يكون يعني موجود عندكم وفايض مفيش مشكله، نقدر نعمل وصفه حلوه منه زي دي اهو. مكونات جميله، كل ما بننوع في الحاجات والالوانات والمكونات هتبقى اجمل. دلوقتي بقى هبدا كده انزل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرب بقى من الايه، الخضار او ال شويه. تعالوا كده شويه شويه ونقلب، شوف هنحتاج قد ايه. طيب في ناس ممكن تحبه متطعم، في ناس ممكن تحبه نسبته اعلى، نشوف مع بعض شويه كمان. وانا مش هسيب كل الرز يتلون، انا عايزه جزء منه يبقى فيه ابيض كده. شايفين؟ ناخد شويه كمان. ادي كده كفايه.
الله الله. نبدأ بقى، هسيبه بقى كده، انا عايزه شويه يبانوا كده في بينك فاتح على احمر على ابيض، شكله لطيف. وتعالوا بقى ايه نجهز كده الطبق اللي هنقدم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وناخد بقى ايه لوش كده او معلقه، وين بسم الله نقرب بقى من هنا ممكن كده. هبدأ نقدم في طبقنا الحلو ده. بسم الله. عايز اقول لكم الوصفات الجميله جدا هتستمتعوا بيها، وزي ما قلت لحضراتكم مش شرط فراخ، ممكن تبقى فراخ او لحمه او سمك. سمك فيلي. بس الرز في مع السمك هنديله سلقه حلوه، يعني مش هيبقى ايه تلات ارباع سوا زي ما احنا شايفين دلوقتي. وبرضو انا هضيف، وانا شغاله هنا هاخد كده شويه رز من الابيض مع الوصفه. كامله بس هنا شويه صغيرين حبه كده نونو. بسم الله. هنا في الجناب الحقيقه ريحته حلوه قوي، يعني في حاجات كده معينه سبحان الله الواحد ممكن يجربها ويحس انها حلوه فتعجبه جدا. هنقدم بقى الطبق الجميل ده عملناه، اتمنى يا رب ان تجربوه، يا رب تطلع طعمها جميل. بصراحه ريحتها حلوه قوي، طعمها حلو، يعني الواحد مش بيحاول يجرب حاجه مع حضراتكم الا لو كان جربها وحس ان احنا حتى كناس مشاهدين زي حضراتكم كده هقدر استلطف في الوصفه دي ولا لا، هتبقى حلوه ولا لا، هتعجب ناس كتير وشريحه كبيره بيتعاملوا في الموضوع ده ولا لا، ده مهم قوي. اسمحوا لنا بقى هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل هنعمل وصفه جميله لمحبي البروكلي وهنتكلم عنها شويه، لانها من الوصفات اللطيفه جدا برضو، وفي حاجات كده سهله نقدر نعملها من غير بقى بشاميل وحاجات تقيله. تعالوا كده نشوف الوصفه هنعمل فيها ايه بعد الفاصل، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنبدا نعمل طاجن البروكلي، هنعمله بطريقه جميله كده ولطيفه. تعالوا نشوف المقادير. طاجن بروكلي بكريمه الدجاج، عندي نص كيلو من البروكلي، وعندي معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من الدقيق، كوبايه من مرق الدجاج، كوبايه من كريمه الطهي، ونص كوبايه من المايونيز، وربع كوبايه من عصير الليمون، لو في بشر ليمون يبقى افضل، لو في ليمون اضالي هيبقى جميل جدا. عندنا ملح وفلفل، رشه قرفه دي اختياري، كوبايه من جبنه الموتزاريلا، وكوبايه من جبنه تشيدر المبشوره، وثلاث معالق كبار من البقسماط. الحقيقه هي وصفه كده متدلعه خالص وجميله. طبعا اول حاجه لازم نسلق البروكلي. البروكلي ده اهم حاجه في السلق بتاعه، بحط شريحه ليمون في الميه، اول ما بتغلي بنزل البروكلي، مفيش بالظبط يعني 20 ثانيه 30 ثانيه، باخد ماكسيمم دقيقه وارفع، يتحط في ميه وتلج علشان يوقف التسويه وعشان يحافظ على اللون الاخضر الحلو بتاعه، ونفضل كده ايه جمال. لو احنا حتى في موسم البروكلي عايزين تخزنوه اعملوا نفس الطريقه، هتقدروا تشيلوه وانتوا مرتاحين. استخدموه بقى في اي حاجه حضراتكم حابينها، سوتيه، سلطات، وصفات، اي حاجه. طيب هناخد اول حاجه البروكلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه هنا في البايركس. بسم الله. كده انا هديله هنا رشه ملح وفلفل كده ورشه فلفل. على فكره لو عايزين تدوا له تاتش من الثوم الباودر او الثوم المفروم مثلا مفيش مشكله، هيبقى روعه معايا الحقيقه يعني. انا بس عشان اعرف اقلبها كده حلو
ده هنا وناخد بقى هنا عند ال ال البان. تعالوا بقى نبدأ ناخد ايه، ناخد كده معلقة من دول. فاخد اول حاجة ادي الزبدة وادي الدقيق، وانا بحب الحقيقة اخلط مع الزبدة لازم نقطة زيت. طيب هاخد كده معلقة كبيرة من الزبدة وهحط معاها الدقيق، الريحة بدأت تطلع، أنا مسخنة الفان عشان كده ما تاخدش معايا وقت. هناخد المرق، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نقلب تقليبة حلوة يدوب بس كده. وطبعا اللي مش هيعرف يظبط الدنيا يخليها يرفعها من على النار مش هيجرى حاجة. أنا مش عايزاه تقيل، أنا عايزاه خفيف، أنا عايزة أحط شوية كمية حلوة من المرق. وعندي الكريمة، شايفين القوام هنا، اللي عايز يطعم الصوص ده برشة توم باودر او بصل باودر او جوز الطيب مفيش مشكلة. هبدأ هنا ناخد كده، شايفين؟ لا هو كمان بيليق مع الحاجات البيضاء، يعني الحاجات اللي فيها صوصات حلوه فاتحه. يلا بينا ناخد كمان رشه حلوه من جوزة الطيب، وهاخد رشه فلفل كمان، مش عايزه ازود ملح كده، وناخد رشه فلفل. لو عايزين تضيفوا فلفل ابيض مفيش مشكله كده. هنقلب كده بس تغلي غلوه. تعالوا بقى نحط هنا الايه، البروكلي. احنا قطعنا زهرات حلو يبقوا يعني متناسبه، لو كبيره اقسموها. انا شايفه ان كده لطيف على قد البايركس، مش عايزه احط زياده. شايفين ازاي لطيف جدا؟ اخد كام واحده صغننين دول بس اهو. اهم حاجه يبقى باين الخضروات تبقى باينه بس كده تمام. بصوا كده، وادي الصوص هيبدا يبقى عاليه وشغال وتمام. تعالوا بقى نحط هنا بالمره المنكهات. تيجوا كده ناخد بشر الليمون، وناخد ادي بشر الليمون، وناخد معانا كمان احنا رشه قرفه، ودي اختياري يعني حاجه بسيطه جدا تاتش. وحطينا جوزة الطيب خلاص، ونقلب تقليبه حلوه. هاخد معلقتين من المايونيز ونقلب، تدي طعم وتيست بقى في الطاجن ده هيعجب حضراتكم جدا. ويا سلام لو انتوا اللي عاملين مايونيز في البيت بدون بيض، يعني عايزه اقول لكم هتستمتعوا جدا بالطعم ده. هاخد شويه من عصير الليمون بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نسيبه بقى يغلي غلوه حلوه كده مع بعض. اللي عايز يضيف زي ما قلت لحضراتكم فصين توم مفرومين ممكن، او شويه توم باودر بس. شايفين القوام؟ اوريكم كده في ظهر المعلقه، هو ده اللي انا عاوزاه، ما يضمش على بعض. يعني انا عملت كده في ظهر المعلقه عشان اضمن القوام ده. شوفوا حضراتكم شايفينه خفيف ازاي، هو فعلا هيبقى مظبوط. لو تقيل هتطلع ماسكه جامد، وهتبقى يعني مش هتبقى حلوه، مش هيبقى كده صوص خفيف ومريح كده. طبعا عندي هنا الاجبان، عندي موزاريلا وعندي تشيدر هخليهم هنا، وشويه من البقسماط بيتحط على الوش يعني نوع من انواع انه بياخد لون كده جميل، بيعملوا كده في الوصفات الاوروبيه، تقدروا تستغنوا عنه على فكره اهو. تعالوا بقى ناخد لوش ونبدا ناخد نروح هناك. مشغله الفرن سخناه حراره 180، وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي هنا عند البايركس
بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ هعمل كده الأول. شايفين خفيف وسلس ازاي؟ بيتشرب ازاي؟ أنا عايزاه يتشربها، مش عايزاه ينزل فوق البروكلي ويبقى كأنه طبقة عازلة عنه، كأنه يعني حاجة كده فوقه محطوطة لكن هو مش واخد من الطعم بتاعها. هاجي بقى هنا للأجبان، هحط رشة برضو كده علشان لما صب يطلع ملتد وناعم، ما يبقاش عامل برضو الجبنة طبقات. وبرضو الجبنة أنواع، فأنا مش عارفة النوع اللي حضراتكم بتستخدموه زي النوع اللي أنا بستخدمه أو مختلف، قد تكون نتيجته محتاجة مساعدة بالصوص. هو بقى قيمته هنا في قيمة الأجبان اللي بتتحط له حقيقة يعني. شايفين؟ ولازم الخضار كده يبقى باين، ولسه هضيف كمان عليه معلقة كمان. بصوا بقى هنحط كده، وخليني اخد تاني. بسم الله كده، شايفين حضراتكم فوق الاجبان تاني اللي احنا حطيناها، وصدقوني هيطلع قوامه ان شاء الله مظبوط. ولو عم بتعملوا مكرونه بالبشاميل هتبقى نفس القوام اهو. لازم اسيب الخضار باين عشان يبقى واضح. هاخد شويه من البقسماط، رشه بسيطه على الوش، وده اختياري مش شرط يعني، مش اجباري على حضراتكم ولا حاجه، بس حاجه كده تخليها كرانشي ولطيفه. بسم الله. ناخد بقى الطاجن بتاعنا الحلو ده نحطه هنا على الشبكه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما يبدا البشاميل ياخد غلوه هشغل شوايه، او لو عندي فرن مروحه هشغل شوايه خفيفه واتابعه ياخد بس اللون الجراتان الحلو الذهبي ده ونطلعه. مش محتاج حاجه، ان بروكلي متظبط ومسلوق، والحاجات التانية كلها صوص جاهز مفيهوش أي حاجة، بسيط ولطيف ومستوي على النار. دلوقتي بقى هنبدأ في وصفة جميلة جدا ليها محبيها، وبدأت تبقى منتشرة في الريستورانت والمطاعم بشكل كبير برضو، هي أجنحة الدجاج. الوينجز، تشيكن وينجز دي بناكلها كنا دايما سبايسي او معموله بقاطن كده زي الفراخ المقرمشه، لكن ليها كمان مجموعه صوصات لما بتجتمع معاها وبتبقى ليها صوص حلو كده هتعجبكم قوي. تعالوا كده نشوف لمحبي الحاجات الحاره والوصفات الجميله. هنعمل الاجنحه دي بصوص مشهور قوي اسمه صوص البافالو. ايه مكوناته؟ هنقولها مع بعض. عندي نص كيلو من اجنحه الدجاج، عندي زيت للقلي، عندي للتتبيلة ملح وفلفل، بابريكا وتوم باودر، فلفل وبيكنج باودر، التغطية عندي نص كوباية من الدقيق ونص نشا، نص بابريكا وتوم باودر وفلفل وبيكنج باودر. دي التغطية اللي هنعملها للأجنحة. صوص البافلو بقى عبارة عن ايه؟ تعالوا نقول معلقتين زبدة، معلقة زيت، نص كوباية من الكاتشب، نص كوباية من الهوت صوص، معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من الصوص الباربيكيو، ودول كلهم بيتباعوا في السوبر ماركت، معلقة كبيرة من العسل، معلقة كبيرة من قرون الفلفل المجروشة، ملح وفلفل، وللتزيين معلقة كبيرة سمسم وبصل أخضر مفروم. طيب تعالوا ناخد كده بول نحط فيها الأجنحة ونديها ايه التتبيلة البسيطة بتاعتها اللي هي بسم الله. اوكي طيب، ادي بابريكا وادي توم وبصل باودر، وهاخد الملح والفلفل. تمام، الدقة مطلوبة. ماشي بسم الله. خلينا بس كده ايه، بصوا بيحصل ايه من التكييف، بتبدا تمسك كده. لو حصل ده مع حضراتكم في البيت انخلوهم. بصوا 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 الجمال كده كده، وبتدي طعم حلو، ما بتبقى مدخنه كمان بتدي طعم حلو. تعالوا بقى ايه ناخد كده رشه ملح، طبعا انا مش هضيف كتير لان الصوصات اوريدي هتدي تيست وطعم حلو للاجنحه دي. طيب خلينا بقى ايه نقلبهم كده ايه تقليبه سريعه كده، حاجه لطيفه المفروض تبقى بالايد بس يعني تمام شغاله، وهي طبعا من يعني
مش ناشفه قوي جافه لدرجه انها مسحاب المناديل فقدره تستوعب التوابل دي عليها. تدي تيست حلو ان شاء الله. يلا بينا ناخد بقى الدقيق والنشا وادي النشا وادي البابريكا والثوم والبصل باودر وهناخد كمان الفلفل اهو وهناخد البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب تقليبه حلوه. مش هضيف برضو ملح لانه هنحطها في الخليط ده وهنديها تحميره الاول. شايفين ازاي؟ ممكن ننقلها هنا لو حابين، هنا اعلى، تسمحوا لي انقلها هنا ونظبط الزيت كده مع بعض. خليني اجيب طبق صغير اطلع فيه الفراخ اللي هي باذن الله هنطلعها من الخليط ده كده. شايفين؟ وننفض كده اهي عشان دي هنحمرها في الزيت الاول مرحله. طيب اهو دي اللي احنا حطينا عليها اول طبقه، بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وبيكنج وبابريكا. وبعدين اخدناها حطينا دقيق عليه نشا، المقادير معايير مظبوطه قد بعض، وحطينا البابريكا والتوم الباودر والبصل الباودر والبيكنج باودر والفلفل. شايفين ازاي؟ هنفض كويس اهو كده وناخد الباقي كده اهو ونبدا في الخليط ده ياخد كده من طعمه حلو بشكل جميل. ونبدا الزيت يسخن قوي عشان عايزه احمرها تحميره حلوه، لازم يبقى لونها ذهبي غامق. فكروني بل في الفرن. امال انتوا قاعدين في الكنترول كده يعني ولا ايه؟ يعني مش كده صح ولا ايه؟ بما انكم بتشاركوني في الطهي يعني، بس تدوا تعقيبات، نحط الطبق ده هنا ده هنا. طب وبالنسبه للي في الفرن مين هياخد باله منه؟ تعالي بص بص هنا بس كده. الله 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 الله، بصوا الجمال. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. تعالوا بقى ايه نشوف الزيت بتاعنا. شايفين الجمال والريحه؟ مش هقول لحضراتكم، جربوه وقولوا لي رايكم. تعالوا كده بسم الله. نحط بس كده بقيه ال كده. طبعا لازم يكون، ولو في فراير بقى يا سلام هتنزل في ثانيه، بس احنا طبعا بما اننا في البيت فخلينا نعمل ايه. بصوا الجمال، تعالوا بقى نسيب دول كده يتحمروا، وعقبال ما يوصلوا للون الذهبي الحلو وتكون البان بتاعتي سخنت مش هبدا في اي حاجه في الصوص الا لما نرجع بعد الفاصل. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا كده شايفين شكلنا، شايفين تتحمر تحميره حلوه كده عشان ايه تبقى في التمام. تعالوا بقى نعمل الصوص بتاعنا في الفان الثانيه، وده برضو لسه بياخد تحميره، ما يعني ما تتخضوش من اللون، اللون حلو هيطلع دلوقتي واوريه لحضراتكم. طيب تعالوا بقى نبدا في الصوص، يلا بينا. هنحط شويه زيت كده مع معلقتين الزبده بتوعنا اللي احنا اتفقنا اهم شايلينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي معلقتين الزيت وملعقتين الزبده، ويلا بينا نحط بقى ايه الصوصات. ادي الصويا وادي
الباربيكيو صوص والكاتشب والهوت صوص هنحط العسل معلقة والفلفل الحار والبابريكا وهنقلب رشة فلفل عندي بصل أخضر لا انا هحط شويه ده انا عاملاه للجارنش هحط شويه منه بس بسيطه جوه يدي طعم مفيش حط كرات من عائله البصل الاخضر شايفين الجمال تعالوا بينا نبدا ناخد التشيكن وينز اللي احنا حطيناها في بصوا الجمال صفه كده شايفين الجمال كده ايه بالنسبه لك تسلم ايديكم انتوا اسمحوا لي هرفع الزيت بسم الله الرحمن الرحيم وهاخد بعد ما تتصفى انزلها هنا يا سيدي ونقلب تقليبه حلوه بقى في الصوص القمر ده الصوص ده عبقري بجد اهم حاجه السوا بتاع الوينز دي لازم تكون مظبوطه جدا عشان هو مش هيقعد في الصوص كتير بس بقى عايزه اقول لكم طعم احنا بس يا دوب ياخد من طعم الصوصات او يتغلف بيها الله بقى الله بقى تقدروا تعملوا كده على فكره في اي حاجه من الفراخ التانيه يعني ممكن تبقى صدور ممكن تبقى قطع دجاج اكبر شويه دبابيس اللي يريحكم تعالوا كده ناخد الطبق بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم وهاجي هنا وايه تعالوا نشيل بقى كل الحاجات دي ليها هنا نخلي الزبده هنا هنخلي السمسم هنا عشان هنجمل بيه دلوقتي ونبدا بقى ايه نشيل الطبق بتاعنا نحط فيه اللي نقدمه تعالوا كده نشيل القمر ده نحطه هنا بسم الله شايفين الله شايفين الجمال تعالوا بينا ناخد برضو شوية صوص كده على التشيكن دي بسم الله حاجة بسيطة قوي كده بصوا شايفين حبة كده وتعالوا بقى هناخد رشة سمسم خفيفة بس للجارنش شايفين وادي التشيكن او تشيكن وينجز بالصوص البافالو نقدر ناخد الصوص ده عندي هنا راميكان كده نصب الصوص اللي احنا عايزينه زياده ده يبقى في راميكان صغيره للي حابب بقى يعني يحط في صوص جنبه تاني زياده وتتقدم الحقيقه صوص عبقري حقيقه يعني ده صوص البافالو اتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم الوصفه دي اعملوها في البيت وتجربوها وتقولوا لنا تحتاجوش تاكلوها تاني في المطعم بسم الله كده وادي الصوص وتعالوا نشوف الوصفه اللي معانا وصفه لطيفه برضو وسهله جدا والحقيقه الوصفه دي محببه اما عشاء او فطار
وفي اوروبا بيستخدموها كفطار بشكل اساسي جدا، وهي البانكيك. بانكيك برضو من الوصفات الحلوه قوي، الولاد هيستمتعوا بيها جدا. تعالوا نعمل ده حتى لو في المصيف هيتبسطوا بيه قوي. نقول مقاديرنا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي للبانكيك اللي بالعسل والفواكه 2 بيضه، ربع كوبايه سكر، معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره خل، كوبايه ونص لبن، ربع كوبايه من الزيت، كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره باكنج باودر، معلقه كبيره من النشا، ورشه ملح. غالبا البان كيك بيبقى له طرق كتير، في ناس بتحب تفصل البياض عن الصفار وتعمله زي النارينج. التزيين عندي مكعب زبده لطيف وشويه عسل كريز او توت او اي حاجه من اللي انتم بتحبوها جنب الايه البان كيك. اول حاجه بسم الله، ادي البيض وادي الفانيليا الاول، وبعدين السكر، معلقة النشا، كده معلقة النشا، وادي الزيت، وعندي بسم الله اللبن، وعندي البيكنج باودر هجيبه هنا مع الدقيق ورشة الملح. بسم الله، كده هنحط رشة الملح مهمة قوي مع الحلو، كده كده كده، نحط بقى الدقيق كده كده. خلينا نضرب كده ضربة ونشوف القوام بتاعنا الأول علشان نشوف الايه قوامها عامل ازاي. خلينا نشوف بس القوام مع بعض عشان انا حاسه ان هو محتاج دقيق تاني. احنا المفروض ان احنا بننزل من الجوانب بتاعته اي حاجه كده ايه في الجناب. بصوا كده، بصوا الكلام لسه خفيف شويه، محتاج معلقتين كمان من الدقيق. انا عايزاه قوام القطايف التقيله كده. تعالوا كده نجرب ونشوف. بسم الله، يلا بينا. يلا بينا، بسم الله. تعالوا بقى نشوف كده القوام اخباره ايه، لو في حاجه هنزود واحنا مع بعض. يلا بينا ناخد كده ايه لوش من هنا. طيب كده هنقلبه بقى تقليبه حلوه بالوسك لما ينعم خالص. هفترض ان احنا لقينا لا قدر الله عمل كتل، هنعمل ايه؟ هنصفيه ولا اي حاجه خالص؟ اهو شايفين حضراتكم القوام؟ اي وقت يحصل فيه كده بعد ما تضربوه في الخلاط، عشان الخلاط عندي عشان بحط الحاجات كلها، يعني ما بديلوش التابس بتاعته ان هو شويه وبعدين احط تاني واضيف عشان ما ياخدش وقت مني مع وقت الحلقه، فانا براعي ده. فانا هنا اهو شايفين
لما يبقى القوام ناعم زي ما حضراتكم شايفين. بسخن بقى الصينية بتاعتي وبعمل ايه؟ الطاسة بتاعة الكريب. طيب خليني اخد كده فرشة، ناخد كده ندهنها بالزبدة كده كده، هو هياخد لوش. خليني ابدا بصوت، شايفين القوام؟ انا اوريه بس برضو لحضراتكم اهو كده، يمكن اوضح شويه اهو عشان تبقى الدنيا جميله. واعملوا بلوش واحد مقدار واحد على حسب الحجم، صغير او كبير. اول واحده دي صح بتبقى تجربه اهو كده، حلو قوي. هوريكم شكله، لكن هنطلع دي مع بعض دلوقتي برضو. خليني بس الاول ايه، نرجع الميكسر بتاعنا. هاخد كده قطع من الزبده، طبعا انتقوا بقى نوع زبده يبقى حلو للفطار والحاجات الجميله اللي زي دي. بسم الله، وتكون من قطع الزبده. هاخد سكينه تانيه، خلينا بقى ناخد العسل شايفين، طبعا هو سخن، الزبدة دي بتسيح وبتبقى شكلها جميل جدا. هناخد شوية من الموز صغيرة، من الفواكه كده، شايفين؟ اوكي، خلينا بقى ناخد كمان كريز، عندي كريز كده لطيف، وناخد كم واحدة كده من الكريزات كده، شايفين القمر ده؟ هنا كمان، وقطعة موز. وتعالوا بقى ايه، نقدمها مع بعض. شايفين؟ حلو قوي من ناحيتين. اهم حاجه وطوا النار لوقت ما تتحط علشان الدنيا تبقى لطيفه جدا. وطبعا هنقدمهم بقى رصه فوق بعض، حط الزبده وتسيح ونحط فوقها العسل او اي صوص احنا عايزينه. وبكده تخلص الحلقه بتاعتنا، واتمنى يا رب الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم، وتبعتوا لنا التطبيقات الجميله. وطبعا اخيرا اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.